أشواطة جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة شبابية بامتياز. الخبر من قلب الحدث. متابعي جريدة أشواق، مرحبا بكم معنا بروبوسيون كوتشينغ، مركز ديال التنمية الذاتية، التدريب المدرسي والانسيرسيون بروفيسيونيل. معكم كوتش جيهان بوزيان، مدربة معتمدة من الفيدرالية العالمية للتدريب لي سي اف. اليوم كنرحب بكم في المركز ديالي وكندعوكم انكم تكتشفوه وتعرفوا شنو كاين فيه. بغيتي تنمي قدراتك، ديفلوبي البوتونسييل ديالك، ولا تكتسب دي استراتيجي دابرونتيساج خاصة بك، développer la motivation ou l'orientation scolaire ديالك، بغيتي تجيري طون ستريس ديكزام ولا الثقه ديالك في نفسك ما مساعدكش، بروبوسيون كوتشينغ عندنا الحل. بغيتي تكتشف نفسك، بغيتي تنمي قدراتك، عندك عوائق في حياتك واليوم قررتي انك تحداها، عندك مشاكل في حياتك الاسريه الاجتماعيه او العمليه، مرحبا بك عندنا بروبوسيون كوتشينغ. عندك مشكل في اختيار التوجه الدراسي اللي كيناسبك، او حصل على شهاده وما قدرتيش توجه لسوق العمل، او حصلتي على العمل ديالك ولكن ما تاقلمتيش مع المحيط، مرحبا بك عندنا. كنتظر الاسئله ديالكم اللي غادي نجاوب عليها شخصيا في الحلقات القادمه. وانكور اون فوا، مرحبا بكم.